لأنه رئيس الأقباط الديني البابا شنودة لاحقا بعد شهور لما احتدم الأمر قال إن هو لم يقرأ عزازيل ولم يسمع بها. وأنا اعتبرت مثل هذه الإشارة التجهيلية إشارة جيدة، لأنه أنا عايز الناس تقرأ الرواية كنص أدبي مش كإشكال. ووصل إن أنا طلبت من الأنبا بشوي أن يكف عن هذا، وشاركت في مؤتمر القبطيات اللي هو كان بيمثل فيه البابا داخل البطرخانة أو البطريركية أو الكاتدرائية الرئيسية في القاهرة، واقترحت عليه إن احنا في الوقت ده يعني نقف 5 دقايق مع بعض فالمصحفيين يصورونا فينتهي الإشكال. رفض. بعد كده كتبت في لما لقيت الأزمة بتشتد جدا، كتبت إنه بطلب منه إنه أرجوك اسكت بقى. وحتى في تصريحات حد إلى حد ما يعني بينك وبينه، يعني قلت أن حديث رجال الدين في الأدب نوع من الفوضى. طبعا. كما ورد يعني تشبيه الأنبا بشوي بفوز الرواية كفوز رواية، شبه يعني تشبيه خطير كفوز سلمان رشدي بالآيات الشيطانية. وقلت أن الكنيسة لم ترتاح حتى يقتل زيدان. هل هددت بالقتل؟ لا لا لا. لماذا قلت هي التصريح كثير صار؟ لا لا، أنا فشلت القتل في تصريحي، بس التصريح اللي حضرتك ذكرتيه ده كان معاه بقيته ان اوروبا اعطت الجائزة ليوسف زيدان نكاية في الكنيسة القبطية. الاول قال ان هم لجنة التحكيم مسلمين فبيكرهوا الاقباط، وبعدين اكتشف ان فيهم اقباط وفيهم اجانب. فقال ان اوروبا ادت الجائزة ليوسف زيدان علشان نكاية في الكنيسة القبطية. طبعا ده كان كلام يعني لا يليق برجل جلي. وبعدين في لحظة رديت على كلام ووضحت له يعني الحاجات اللي هو ما كانش فاهمها. نعم. في سلسلة مقالات طويلة، وبعدين مع انتهاء المقالات كان في الإشكال مع الأنبا بشوي ومع القمص عبد المسيح بسيط، وأنا بحب الاثنين على فكرة كأشخاص. حدثت مواجهات بينكم حتى على الفضائيات يعني؟ لا، مع القمص عبد المسيح. وكان جميل جدا في المواجهات دي. وبعدين يجي يعني ايه طيب ما فيش تصوير، بيضحك وجميل وكده، وبعدين يجي يصور يكشر، فقول له انت نقعد نضحك معاه يا عم الحاج مش كده، يقول لي عليا الطلاق انتوا هتخربوا الدنيا، اقول له مش لما تتجوز تبقى تطلق، يقول لي ده انا جد، اقول له انت كاهن بقى مش راهب، يقول لي امال ايه ده انا كاهن كنيسه كذا. المهم الاعلام او الخلاف انت عارفه نعم هو سبب الشيء يعني معارك صارت حتى بالصحافه، يعني قرأنا كثير بالارشيف، يعني احنا ما راح نجي على شيء متاخرين دكتور، يعني قرأنا الكثير صح حقيقه في ارشيفك، يعني حتى في برامج مسجله على الاقنيه الفضائيه. وين وصلت اليوم بعد هذه اللي ممكن نقول حتى الحروب الكلاميه حتى السجلات لا 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 افترض في العلاقه مع هؤلاء افترض انها انتهت وانتهت بشكل روائي على فكره. روائي؟ جميل جدا، وانا يمكن اول مره اقول الكلام ده. من حوالي شهرين او اقل شويه يعني 6 اسابيع، المواقع القبطيه اللي بيسموها عقبات المهجر بتهاجمني بشده دايما، ويقولوا ان انا وهابي وتابع السعوديه وان انا متطرف اسلامي وكلام يعني لذيذ كده. انا بس بهتم بهتم اشوفه بس عشان اشوف الناس بتفكر ازاي. وبعدين في وسط ومئات الحاجات الغاضبه وفيها طبعا اصوات عقل يعني تقول يا جماعه استنوا بس احنا قرينا الروايه ما لقيناش فيها حاجه، هو في كده. فجاه في وسط هذا الصخب لقيت واحده مش فاكر اسمها نيفين ولا ايه، واضح انها ست كبيره ومسيحيه حقيقيه، كاتبه رساله الى نصها كده الى ربنا يسوع المسيح. يا ربنا الكريم، ان يوسف زيدان هو واحد من عبادك وهو حائر فلا تزيده حيرة، وهو
في قلبه محبة، لأن كل إنسان في قلبه محبة، فبارك في محبتي، ومش وقعدت تتكلم بالشكل ده، هدت حيلي. فكان قبل رمضان بيوم، قبل عيد الأخير ده بيوم، فأنا قاعد على البحر كده وافتكرت الست دي وكلامها بي، فرحت ماسك التليفون ومتصل بالقمص عبد المسيح بصير. انا رفع عليه قضيه عشان كان قال كلام ما يصحش يتقال، في اتهام مباشر اخيرا. فقال له، قلت له يا اخي ما انت صوتك هادي وكويس اهو، امال ليه كلامك صعب كده؟ قال لي انا ما قصدتش كده وما قلتش كده، وهم في الاعلام يعني نشروا الكلام معاه. قلت له طيب كذب الكلام ده عشان انا عايز اصحاب القضيه. قال لي فورا. قلت له انا قاعد دلوقتي بكتب المقال الاخير اللي بقول فيه الانبا بشوي، ان ارجوك كفايه بقى. يعني اذا كانت الروايه مش عاجباك طب خلاص مش عاجباك، ما هو ما حدش قال انها لازم العمل يعجب كل الناس. خلاص سيبه، وحتى اللاهوت العربي الكتاب اللي جاي بقول لك من دلوقتي ما تشغلش بالك بيه لانه هو مجرد كتاب. وانت يا حضره القمص اعتذر وانا اسحب القضيه. وفعلا هو تاني يوم اعتذر وانا سحبت القضيه. يعني الفكره بانه بيخرج النص عن السياق والهدف اللي موجه له الى ناحيه ثانيه خالص. جروه الى يمكن البطل راهب مصري قديم هيبة، والأحداث تدور بين القرنين الرابع والخامس الميلادي بين أديرة وكنائس الإسكندرية وأورشليم وحلب وأنطاكيا. لماذا اخترت هذه الأمكنة ولماذا اخترت هذه العوالم لنقل عوالم الرواية؟ بعد قليل نلتقي مع الدكتور يوسف زيدان. كتابة هذه الرواية، يعني قلت أن عزازيل رسالة في المحبة، كيف جاءت هالعوالم؟ هذه المنطقة منسية في التاريخ، منسية ومؤثرة. بمعنى إيه؟ أن في تاريخنا مراحل وقعت من وعينا سقطت، فبحاول من خلال الكلام او الاستكشاف الانسان المختفي في الزمن المختفي ده، نعم، اني اعيد بناء الوعي، خصوصا انها روايه حقيقيه ما عدا هيبة، صح؟ يعني كيف عملت الروايه دون ان تخالف التاريخ؟ بتحتاج تجهيز معرفي، وعموما الروايه بتحتاج اعداد معرفي ضخم. 30 سنة كنت بتشتغل على مجازا لا مجازا، يعني هو انا كنت سئلت قد ايه خدت عزازيل، فقلت مازحا خدت 30 سنه من المعرفه. واحنا فعلا لما بنكتب، يمكن بعض الادباء يعني ازعجهم رايي ده، بس هو رايي على كل حال، يعني مش مجرد رايي، انه الادب الروائي بالذات ما ينفعش الناس تبدا بيه. القصه القصيره، الشعر، الخواطر، ليكن في البدايه، بس الروايه هندسه والروايه معرفه، ومحتاجه كم ضخم جدا من الاستعداد، لانه القارئ مل من النصوص اللي بتستهين بيه، فعايز شيء حقيقي، شيء عميق حقيقي. ما هو ممكن ما هو في بعض الاعمال الادبيه اللي نجحت مؤخرا زي ارز بلبن.